النهارده بيتر روم عندها مشروعات كتير في العاصمه الاداريه الجديده. ده مش المشروع ده بس، لو حضرتك برضو تدينا نبذه مجمعه تانية وننقلها للمشاهدين برضو يعرفوا معلومات اكتر. احنا عندنا اربع مشاريع ريزيدنشال في العاصمه، اللي احنا فيه ميد تاون فيلا، وفي ميد تاون سولو، ميد تاون سكاي، وميد تاون كوندو. ميد تاون فيلا وميد تاون سولو حوالي في حدود 50 فدان. ان شاء الله باذن الله احنا اباوت ان احنا باذن الله على اخر السنه دي الطموح بتاعنا ان احنا نسلم برضو كاوبريشن ميد تاون سولو. كل الفيلات خلاص خلصت، وحاليا شغالين في شبكه اللاندسكيب والبنيه التحتيه، التشطيبات النهائيه يعني بالظبط كده. وان شاء الله باذن الله، وزي ما قلت لك ان احنا كل مشروع احنا بنعلي الليرنينج كيرف بتاعنا، وبناخد من خبراتنا في المشاريع اللي بنسلمها وبنحسن في المشاريع الجديده. فان شاء الله ميد تاون سولو باذن الله على اخر السنه دي، زي ما وعدت كده من حوالي 10 شهور ان احنا هنصور تاني لو تفتكري. ان احنا هنصور، والحمد لله يعني ده شرف لينا انكم شرفتونا تاني ووفينا بوعدنا. انا اوعدك باذن الله على اخر السنه دي هنصور مع بعض في ميد تاون سولو، وتشوفي برضو المشروع الجديد لباتل هوم وهو بيتسلم وبنحتفل بيه مع بعض. يمكن اول ما جيت وقابلت حضرتك قلت لك انا مبسوطه من قلبي، لان النهارده احنا بنشوف بعد ما شفت مع حضرتك في فتره التنفيذ، احنا النهارده بنشوف يعني المشروع خلصان بالكامل على ارض الواقع، ودي حاجه طبعا كلنا نبقى سعداء بيها ان احنا نشوف حجم الانجاز ده بيتحقق على الارض. دي حاجه مهمه جدا لينا وللشركه ولبلدنا بشكل عام، يعني مش بشكل خاص. احنا كمان احنا بنسعد بيكم دايما وبنتفائل بيكم، يمكن انا قلت لك قبل كده اكتر من مره، والحمد لله اللي احنا بنوعد بيه بننفذه وبنحاول ان احنا نحسن فيه كمان. يعني ان شاء الله نشوف مع حضرتك الفتره الجايه افتتاح مشروع جديد، مشروع سولو قريب جدا ان شاء الله. عندنا بعديه بقى عندنا ميد تاون سكاي وميد تاون كوندو. ميد تاون كوندو احنا اوريدي يمكن صورنا فيه حلقه برضو، المشروع كله عمارات، يختلف شويه عن ميد تاون سولو وميد تاون فيلا. كوندو عمارات، وحاليا احنا سلمنا يمكن حوالي من 30 ل 35% من المشروع، وحاليا معظم الناس بدات تشطب، وحاليا احنا شغالين برضو في مرحله اللاندسكيب والبنيه التحتيه. ويعني ان شاء الله باذن الله بنطمح ان برضو على اخر السنه دي اول السنه اللي جايه نسلم المشروع كله، لكن هو التحدي اكبر شويه لان طبعا بنتكلم على حوالي 2500 وحده سكنيه. ثم ميد تاون سكاي ده اكبر مشروع عندنا ريزيدنشال، بنتكلم على حوالي 120 فدان، ده ما بين عمارات وما بين فيلات ستاند الون، شغالين فيه وبنسلمه كمراحل. في عندنا مرحله فيلات انتهينا منها، بنتكلم في حوالي يمكن 250 300 فيلا. حاليا هنبتدي نشتغل فيه برضو الانفراستراكشر، اكسبكتد برضو على اخر السنه دي يمكن اول السنه اللي جايه ماكسيمم نبتدي برضو ان احنا نسلم المرحله دي، والمراحل هيبقى تبعها. يعني حضرتك انتوا حاطين ميعاد في خلال اخر السنه بالظبط لمعظم المشروعات. عندنا ميد تاون سولو ومرحله ان شاء الله او مرحلتين من ميد تاون سكاي، واوريدي احنا بنسلم في كوندو حاليا دي. هل هنشوف باتر هوم نازله بمشروعات جديده الفتره اللي جايه؟ ان شاء الله، زي ما قلت لك قبل كده يعني يكفينا تشريف المهندس خالد بيشجعنا، والحقيقه الناس ما بيتاخروش عنا ابدا وبيذللوا لنا كل العقبات اللي موجوده، واكبر دليل على كده ان هو يعني فضى من وقته وجه يحتفل معانا النهارده. فده بيشجعنا اكتر وبيحسسنا ان احنا الرهان اللي احنا كباتر هوم رهنا عليه من سنين، الحمد لله الرهان ده كان رهان كسبان، وهنكمل وان شاء الله يبقى في مشاريع جديده. بس طبعا انت عارف احنا ايه، بنفضل ان احنا نعلن عنها في حينها ان شاء الله باذن الله. كلمنا كمان يا باشمهندس عن المشروعات الاداري، كمان بيتر هوم عندها مشروعات كتير اداريه في العاصمه الاداريه الجديده. اكيد احنا عندنا ست مشاريع مباني اداريه في العاصمه، اكبرها مبنى كايرو بيزنس بلازا، يمكن احنا خصصنا له حلقه كامله قبل كده، يعني هفكرك بيه، هو مبنى ليدز، وليدز ده اللي هو المبنى الاخضر اللي هو بنراعي فيه كل الوسائل المقاومه للمعايير الاستدامه بالظبط كده، والانبعاثات الحراريه. بصراحه انتوا كنتوا عاملين ديزاين مختلف، يعني بالزبط. بيعبر على فكر مختلف تماما بالظبط كده. حاليا المبنى ده احنا يمكن نقول خلصنا منه، طبعا خلص كخرسانات ومباني، وحاليا بنتكلم في نسبه مثلا 40 ل 50% في مراحل التشطيبات. الحقيقه ان شاء الله السنه دي
يمكن يعني على اخر السنه في عندنا مجموعه من المشاريع ان شاء الله اللي هي هتتسلم، ده هيبقى جزء منه برضه هيتسلم ان شاء الله. غير كده عندنا 5 مباني اداريه اخرى كلهم برضه في منطقه حي المال والاعمال اللي هو المركز والسنتر بتاع العاصمه الاداريه. يعني ده المشروع الاول، ده كايو بيزنس بلازا. في عندنا زي ما بقول لك 5 مباني اداريه اخرى، المباني دي خلصت خرسانات وخلصت مباني وشغالين في تشطيباتها، ولكن لسه في بعضها لسه في مراحل تصميم الواجهات. كل مشروع من المشاريع دي في مرحله مختلفه عن المشروع الاخر، مراحل تسليمه لسه ما تحددتش بالظبط، لكن اول مبنى ان شاء الله هو هيتسلم هو كايو بيزنس بلازا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. الف مبروك يا باشمهندس وبالتوفيق، ودايما نشوف معاكم كل النجاح ونبقى مشاركين معاكم كل النجاحات في بيتر هوم. شكرا يا رانيا وشكرا لكم جميعا، وان شاء الله بقى على لقاء قريب ان شاء الله في سولو زي ما اتفقنا، واحنا بنحتفل زي ما احتفلنا مع بعض النهارده باذن الله. ان شاء الله.